يقدرنيش على المدرسة. والله يا اخوي مرض لي وليدي واحد البيت كانت فيه مشعوذة، كانت فيه مشعوذة ودخلت ولدي لديك البيت تما كنت تقاس لي ولدي وزاد عليه السحر. واحد الإنسان سحراته وعنده 12 عام في عمره ديك الساعة، راه الحومة راه كيعرفوا بقيمة أيوب وكيعرفوا أيوب كيفاش كان. هاد الدري ما كان عنده لا مخدرات ولا يدير حتى حاجة إلا الصلاة والعبادة والونطريما، دري انسان طيب. وليداتي كاع مربيهم تربية حسنة، كنضرب عليهم التمارة من صغرهم، وراه لا إله إلا محمد رسول الله. ولدي راه ملي دخلت لك العتبة تقاس لي الوليد ومرض لي الوليدات وتشتت معاهم، راه دابا راه عدة 12 عام فاش طالعة فاش طالعة هاد الحالة، راه 12 عام وأنا كنتعدى أنا الضرب. والدري كان كيترك حويجه ويمشي للزنقة ويسرح ليا وياكل ليا من الطوار ويدس بالحاشاك. مرض ليا ولدي تما كيقول لك ماما شت هادي وقع لي السحر اللي جات كملت على ديك الإنسانة. والدري دابا كلشي مشتت، راه دابا 12 عام ما بقاش ولدي عارف حاب النعاس كيفاش داير، ولا ماكلة ولا شراب ولا راحة ولا نعاس ولا دار تقبل عليا بهاد الولد. الوليدات راه مشتين وهاد الولد انا ربطو بالسناسل، علاش؟ بان راه كيضربني وليدي، راه كل مشخشخه كل حالتي. اللي كيقول ايوب بان انا الام رابطه ولدها وكتستغلو وكتسعى به، حتى ام ما تبغي وليدها تربطو بالسناسل وتحت منه الغائط ديالو الدود تحت منه كيسرح. حتى ام وخر كل مربيه ما يكونش ولدي وما نديرش لهاد الحاله، وحسبي الله ونعم الوكيل ولدي. وجاوني عده نصاب نصبوا عليا وداو عده الناس اللي جاو نصبوا بالاعداد، ما واحد ما جوج، جمعيه جات غسلت ليه، ها ايوب احنا مع ايوب شي حاجه ولدي ما شفتها من عندهم، ما خلاونيش ولدي ندير نمرتي. والناس اللي كيعيط لي في التليفون كيقول لي ايوب تشافى، جمعيه عاوناته، الناس عاونوا الناس، عاونوا الناس الله يخلف عليهم، اللي عاونوا الله يسروا الله يحفظوا يخرجوا من دار لعب بلاعب ولدي. ديتو عند الطبيب ولا ولدي ديتو عند الطبيب ونعسو عن السبيطار ثلاثة المرات، شهرين عندي الورق عندي كل شيء، وبروفيسور ريماني راه دق لي كاع البرا الشوكه والو، حتى الطبيبه اللي في السبيطار قالت لي والو ايوب ماشي حاله ديال الطبيب، ماشي ما قرش فيه الدواء نهائيا. ولدي ودابا ما نكذبش عليك راه من 2013 وانا كندير الدواء لولدي، وليني هذاك الشيء جد الى جد الله سبحانه وتعالى. كيهضر باللغات، الدري كيهضر باللغات، ما حافظ ما قاريهمش، الدري خارج من ابتدائي ما كيفاش يقرا، كيفاش غادي يهضر بالانجلي ويهضر بالفرنساوي ويهضر جميع اللغات المختلفه، وكيهضر كياكل وحشي. وجدي لا جد الله انا راني ضاربني شحال من ضربه، مهرسني من فمي، مهرسني كلي مكرفسه ولدي، راه ما بقات لا صحه لا والو. جدي لا جد الله انا وليدي هنايا راه ما نقولش لك واحد الاهانه، راك تعرفوا المجتمع ما كيرحمش يا ولدي، ولا اله الا محمد رسول الله. واللي كيقولوا لي في التعليقات الناس كيهضروا عليا وكيديروا عليا كونت وكيجمعوا على قبل هذا الولد، شي حاجه ما كتبان ليا. انا ما نقدرش ندي ولدي السبيطار ابدا، ما نديش ولدي السبيطار ابدا انا ولدي، حيت علاش؟ بان جدي لا جد الله ولدي النهار اللي خرجت من السبيطار مشى ولدي سرح وجاب جنويه وتطوار وبغى يذبحني وبغى يقتلني. لا ولدي ما نكذبش عليك، ولدي جميع اللغات كيهضرهم، كيقول لك ايوب في الجنه، ايوب ما كاينش. بان ولدي خاصو يتعالج بالقرآن، هو أحسن شيء أوليدي. جا وليدي وجاو كيقول لك أنا نمشيو ونجيو، ما كيرجعوش أولدي. الدري راه خاصني اللي يعوين ليه باش مسكين بني، شكون غادي يعومو؟ شكون غادي يكون بيه؟ شكون يحسن بيه؟ راه اللي خطيني ليه؟ أنا كنشوف شي نهار نموت تصبح ميتة ونموت علينا حق، ما كاينش ولدي اللي عقل عليه. تكون متى أمها تبغي لوليدها ضربت بالسناسل، أنت
شوف الحفرة وليدي كي دايره كلها راه ملي كيجبد وينطر راه ما نقولش لك الحال كيفاش كيولي وما نقولش لك هنا الناس ما كينعسوش وانا ما كننعس لا ليل نهار واللي كيقول لك انا دايرها بالعاني يجي يجرب ويجي يعيش معايا ولو غير نهار ويجي يشوف الحالة مباشرة ولدي ويقتنع انا مريضه وليدي بغيت المساعده وبغيت الناس يشوفوا من حاله ايوب هاد اليتامى اللي كيضيعوا شنشر الزنقه وواحد راهنا رابطه يجي يشوفوا من حق هاد ايوب حيت علاش دعاو مع الناس الدعاء والله يجعلهم جنتهم والله يكثر خيرهم ولو غير كيوصيوني الله يجازيهم يجعلهم جنتهم الله يرحم الوالدين الله يكثر خيرهم واللي دار شي حاجه مع ايوب الله اللي غادي يجازيه الله يجعل لي في الميزان مقبول عند الله الام اش بغيتها ولدي ولدي بغيت وليا ديالي يتشافى وليا ولادي مرض ليا وانا مريضه